من جانبه أكد سعادة السيد رضا منفردي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة شؤون الشباب في المجلس أكد خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة على الاهتمام الكبير الذي تليه السلطة التشريعية للشباب البحريني في مختلف المجالات. مهم الشباب البحريني على هذا اليوم وعلى إنجازاتهم وعطاءاتهم لمملكة البحرين. لابد من التأكيد على أن كل ما تحقق الشباب البحريني من إنجازات على أي مستوى كان هو ثمر الرعاية والاهتمامين الكبيرين الذين يحظى بهم الشباب البحريني من خلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رعاه الله، والذي يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة لهذه الفئة المهمة والفعالة المجتمع من خلال تحفيز وتوجيه قدراتها وعطاءاتها نحو البناء والتطور الوطني، وبالتالي تهتم السلطة التشريعية بتوفير المساندة للسلطة التنفيذية من خلال تشريعات والقوانين والأنظمة التي توفر الأطر اللازمة لإشراك الشباب في العمل الوطني واقعيا وبشكل حضاري وعصري. المنظومة التشريعية اليوم تصون الحقوق وتحدد الواجبات وتفتح الآفاق الواسعة والفرص السانحة للشباب، بحيث نهتم نحن بصياغة تشريعات القوانين التي تشكل قاعة لانطلاق للشباب نحو المشاركة السياسية والعمل والبناء والإنجاز.